الصورة دي مخلقنا احنا كنعرفوها هنايا، ما نكذبش عليك يقدر يكون عنده اكثر 100 سنة 150 سنة. احنا تفاجأنا ملي طيحوا اخاي شورا مندار حتى اخاي، تشوف ممكن لك تشوف مارينا، تشوف بلايا مرسى ما زدرش اذا كانت سنهم يفسحوا لنا اخي، والله معاها كنعيشوا حق الله العادي. شي الناس هاد المنظر هذا ما جو اجانا يعجبهم، هادي بحال منظر ديك القصبه. ما كناش كنشوفوا هاد المنظر مره خاو ديالي، والله ما كنا كنشوفوا حق ملي طيحوا هاد السر، حتى واحد تنزهنا تفاجئ علينا، والله كلشي مدينه كامله فرحانه ملي طاح السر عاد حتى هاد المنظر هاد. صراحه ظل عملوها مضخمه والله العادي ما اللي خلقنا في هذا الحي وكبرنا فيه وكبروا فيه والدينا اجداد ديالنا كيعاودوا لنا بان هاد الصور هادي واحد السنين قديمه باش طلع. الحق هذا ملك الدوله ماشي ملك اوتيل، اوتيل كيبدا من هنا كونتيننتال ديك الدروج راهما، وهاد باركي هذا كان فواحد الوقت كان الماء كيضرب غير هنا هنا تحت فين باركيتي ديك السيارات فين باركين، كان الماء كيضرب غير تما. دابا الحمد لله حنا جبرنا واحد المنتزه هذا اللي الناس كتخلص عليه اموال بزاف باش تجي واش تشوف حال هاد المنتزهات هادو. الحمد لله حنا تسعنا وكنشكروا مع هاد المنبر هذا، ما نساوش السيد الوالي اللي كيجينا عندنا دائما الحمد لله، وكيتصنت من هاد الناس من هاد الاحياء اللي كانت مهمشه في واحد الوقت بزاف كانت منسيه. الحمد لله التفت لي السيد الوالي وكيجي وكيقوم بالواجب وكيتصنت الدراويش وكيعاون الدراويش ومؤمن هاد المنتزه. حنا فرحنا بزاف وعاش عندنا العائله ديالنا الناس. انا بابا كينهز في هاد الحومه 86 سنه، كيجي دابا بعدا هنا يقدر يطلع، علاش ما بقالوش باش يمشي بزاف ويهود ويطلع في عقبه؟ دابا يجي بابا يعمل هيدا ويشوف منظر اللي كبر فيه من صغره كامل، اللي كان هو كيحضر على البحر هنا قريب ليلو، دابا راه بعدو عليه يشوف هاد بعد. كنا مخنوقين حنا في هاد المدينه، علاش اللي كيجي كيبني عليك كيطلع عليك يشد عليك، جاب الله هاد الفرج من عنده كتحل ونتمنوا تحل بزاف الحدود هادي. كيعيشوا منا خوتنا كنعيشوا منا كحنا سيارات اجره، كيعيش منا اي واحد كيعيش من هاد الميناء هذا. كنتمنوا ان شاء الله وهاد الناس الحي ها هما كاملين دابا تبارك الله كتجبرهم في سطيحان، واخا تفتح في الاخر الصيف بالحق عطى المنظر الاخر الصيف وعطي المنظر الاول الصيف. نتمنوا من الله تكون الصيف اللي ما جا تجي الجاليه وتزور هاد الموطا، وكنتمنى اي واحد من طنجة نقويرة يجي يزورنا وحنا نزورهم. حنا دابا كريسي ورياح مع راسك، وتجي عندنا الاخ ايوب تشرب معنا شي كويس دات انت والاخ. شكرا خاي ايوب الله يحفظك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.